ومساكم سعيد وجميل وخميسكم سعيد وويكند سعيد يا رب عليكم. اليوم بنشوف كل جديد وصلنا في شركة مجمع شامل فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك أمام البيت. نبدأ اليوم تغطيتنا من وين؟ من قسم التحف والهدايا اللي الكل يحبه والكل بينتظر التغطية الحلوة هذه. يلا نبدأ مع بعض ونشوف الجديد والمنتجات الحلوة المميزة المتوفر فيه. خلونا نبدأ بس من نفس القسم، بس نبدأ بأكياس الهدايا سواء النايلون للتوزيعات الصغيرة المتوسطة الكبيرة الميني أو المقاس المتوسط. طبعا مقاساته مختلفة حلوة، لقطع الكوكيز حلوة، لحفظ البهارات حلوة، الأسر المنتجة وحلوة أيضا لتقديم الهدايا بأجمل ما يكون. هتاخذ المغلف يتراوح العدد من 3 إلى تقريبا 30-40 حبة و5 ريال 75 هللة على حسب الحجم. ونشوف الجديد أيضا اللي وصلنا لليوم من نفس القسم اللي هو علب التوزيعات الأكريليك الجميلة هذه، فخمة بمعنى الكلمة وبمعنى الحرف الواحد. طبعا حجيكم بغطاء ذهبي بالشكل هذا، تختلف الأشكال. حتاخذوا لكل مغلف 3 حبات و5 ريال 75 هللة. حلوة للمكسرات، حلوة قطعة شوكليت الصغيرة، حلوة للحلويات وحلوة أيضا للعصيرات. فزينوها بشوية ورد وشريط بتطلع جدا رهيبة. هتختلف ما بين الدلة بالشكل هذا وما بين الثيم الجميل هذا، مرة حلوة. في ثيم مرة مميز ومرة حبيته اللي هو هذا، بينفع مرة للعصيرات. شوفوا شكله معايا كيف، مرة حلو للعصير أو للاتيه أو للموكا. طبعا حتاخذوا 3 حبات بالمقاس الصغير ب5 ريال 75 هللة. عندنا هذا حيجيكم قزاز بالمقاس الكبير، وحتاخذوا القطعة ب5 ريال 75 هللة بس. عندنا أيضا القدور الميني، حتاخذوا المغلف تراوح ما بين 4، وأيضا قوارير علب الموكا لأي مناسبة أنتم حابين تعملوها مزينة جاهزة، حتاخذوا المغلف 3 حبات وب5 ريال 75 هللة. عندنا العلب هذه حتجيكم سادة، لكم حرية تزيينها بالثيم اللي بتحبوه والشرايط اللي تحبوها والألوان اللي تحبوها. حتاخذوا 6 حبات وب5 ريال 75 هللة. هذه أشكال أخرى مرة حلوة للبهارات، تحب البهارات. وأيضا لاستقبال المواليد أو أجمل كتكوت وضيف حيحبكم للمنزل، وفرنا لكم العلب الجميلة هذه للتوزيعات ما بين اللون البينك أو السماوي على حسب المولود اللي بيجيكم. حتاخذوا المغلف وبنفس السعر. اللي بيحبوا يعملوا توزيعات العصير أو الموكا لاتيه، طبعا هذه علب قزاز حتجيكم 3 حبات بنفس السعر. تختلف الاشكال والمقاسات. تعالوا بوريكم الجهه الثانيه ايش موجود فيه، اللي هي هذه علب القزاز بالغطاء الخشبي، حتجيكم 3 حبات ب5 ريال 75 هللة بس. انا بصراحه اشوفه ارخص سعر في شركه مجمع الشامل، برا حتكون اكثر من كذا. العلب البلاستيك هذه حلوة مرة العصيرات وتوزيعات العصيرات، حابين تعملوا توزيعات العصيرات حتاخذوا ما بين 4 المتوسط أو الصغير أو الكبير. حلوة هذه مرة للعصيرات. الميزة الحلوة فيها إنه حيجيكم الغطا فيها مدخل للمصاص. أيضا متوفر بالمقاس الكبير اللي هو هذا. وعندنا هنا العبوات التوفيرية للتوزيعات لاستقبال أحلى مولود وأحلى ضيف في منازلكم. حتجيكم معدنية، حتاخذ عبوة توفيرية رهيبة 12 حبة وب5 ريال 75 هللة. مو بس لاستقبال مواليد أو لحفلة المواليد، لا كمان تقدروا تستخدموها لحفلاتكم. شوفوا هذه حتجيكم دلة في سلة، وفي اللي حتجيكم كأنها سلة أو دراجة اللي هي هنا. عندنا توزيعات أخرى والسعر بيكون واحد.
حابب اوريكم المباخر والتحف الجميله اللي وصلتنا. شوفوا معايا هذا القسم كامل متكامل للمباخر، سواء اللي بتجيكم برسلان كبيره او متوسطه او صغيره بالالوان المختلفه. هنا عندنا اشكال اخرى للمباخر، وبين هذه الصغيره مره حلوه للتوزيعات، وما بين المباخر هذه المعتاده اللي كلنا بنحتاجها في منازلنا. الاشكال جدا كثيره والثيمات كثيره ومختلفه، ولكم حريه اختيار الشكل اللي بتحبوه. اذا حابين تقدموا هدايا لاحبابكم، عندكم مناسبه، خذوها مره حلوه. عندنا عرض خاص على المباخر اللي هي المباخر هذه، حجيكم القطعتين بدل القطعة وبخمس ريال 75 هللة، مرة حلوة. طبعا حجيكم برسلان. قسم التحف والهدايا فيه منتجات رهيبة وخطيرة، الحين اوريكم اياها. شوفوا معي هذه السخانة للبراد، بس حطوا شمعة سخنوا فيه مشروباتكم أو لدلة القهوة، هتاخذوها قزاز القطعة ب 5 ريال 75 هللة. أيضا عندنا هنا أشكال أخرى للشمعدانات، وحتاخذوا القطعة بنفس السعر. خلونا ندخل على أحلى قسم اللي هو قسم الشموع، متوفر ما بين الألوان، ما بين اللي بتجيكم معطرة غير معطرة، ما بين اللي بتجيكم مغلفة بقزاز، ما بين اللي بتجيكم بشمعة، بس حتاخذوا المغلف ما بين الواحد إلى الثلاثة ب 5 ريال 75 هللة، لكم حرية اختيار الشمعة اللي بتحبوها. واللي سألوا كانوا ينتظروا علب القزاز الجميلة هذه، وفرناها لكم. مرة حلوة المكسرات للحلويات الباردة، ومرة حلوة اللي تعمل فيها موهيتو، ومرة حلوة أيضا للتوزيعات. وبين الشكل المربع عندنا هنا الأسطوانة اللي هي هذه. هنا أشكال أخرى للشموع، عندنا أيضا هنا شموع. هنا الشمع باللون الأبيض اللي كلنا بنحتاجها، مقاس الصغير المتوسط الكبير، ما بين اللي بتجيكم طويلة أو الأسطوانية بالشكل هذا. خلوني أوريكم التحف الحلوة اللي واصلتنا، ما بين الفازات البرسلان البلاستيك الكبيرة المتوسطة الصغيرة. شوفوا معايا أشكالها تاخذ العقل بمعنى الكلمة، حلوة كتحفة للتسريحة لمكتبك، حلوة أيضا كتقديم هدايا. الفازات بأشكالها المختلفة، ما في منزل ما بيخلى من الفازات. عندنا أيضا حتى تحف المطبخ اللي هو هذه، أيضا هذه السخانات وأصلتنا باللون الأبيض، حلوة مرة لو تعملوا عليها قدر صغير أو دلة الأقوى، وأيضا البراد. هنا أشكال أخرى للفازات أو التحف أو المراكن الزراعية الصغيرة، تقدروا تستخدموها أيضا على التسريحة لفرش المكياج، فرش الشعر، تقدروا تستخدموها في دورة المياه وأنتم بكرامة على المغاسل لفرش الأسنان والمعجون، وتقدروا تستخدموها كمركن زراعي رهيب. ستايل ماربل اللون الجولد، وايضا الملونه على حسب الشكل اللي بتحبوه. عميله من عملائنا استخدموا هذه التحفه كمبخره، مره حلوه الفكره. تقدروا كمان تستخدموها كسكريه. شوفوا التحف الحلوه والخطيره اللي واصلتنا. شركه مجمع الشامل توفر لكم ادق التفاصيل والمنتجات اللي بتحبوها. عندنا ايضا هذا النوع من التحف، مره حلوه لو تاخذوها كهدايا. طبعا حتجيكم قطعتين في الكرتون بالشكل هذا وب 5 ريال 75 هلله، وفي البعض حتجيكم قطعه في الكرتون وبنفس السعر. حتى الساعة رملية وفرناها لكم من جديد، ما بين اللي بتجيكم رمل بحت وما بين اللي بتجيكم رمل مع موية، الشكل هذا مرة حلوة.
اوريكم الشكل الاخر من التحف. طبعا هنا كولكشن واسع للتحف، اي تحفه بتحبوا تاخذوها متوفر لدينا وحيكون بنفس السعر. هنا عندنا ايضا كميه واسعه من التحف. هذه حتجيكم فازه في نفس الوقت تحفه مره حلوه. خيارات واسعه ولكم حريه اختيار الشكل اللي بتحبوه. اللي بحبوا التحف التراثية أيضا وفرناها لكم، تحف لمطابخكم بالشكل هذا، بتجيكم بشكل الكمثرى أو التفاحة، الألوان تختلف والقطعة بتكون بنفس السعر. صدقوني حتدخلوا هذا القسم وحتحتاروا من الكوليكشن الواسع اللي واصلنا. تجنن 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 التحف. شوفوا معايا قد ايه خطيرة. حتى للمطبخ متوفر تحف، اللي هو الطباخ حتاخذ القطعة بنفس السعر. طبعا جميعها بتجيكم برسلان. خلونا نختم فقرتنا اليوم بآخر قسم للتحف والهدايا اللي هو هذا القسم، ونشوف أيضا الجديد والمتوفر فيه اللي هو المزروعات الصناعية الصغيرة. شوفوا معايا التحفة هذه الجميلة، الكورنر كوفي مرة حلوة، حتجيكم كوب بالشكل هذا، حتجيكم برسلان. هذه المزروعات الصناعية عالم واسع ومتكامل، لكم حرية اختيار الشكل اللي بتحبوه. شوفوا ألوانها جدا جميلة. عندنا هنا أشكال أخرى أيضا للتحف، سواء الكورنر كوفي أو إذا حابين تحت توزيعات أو أيضا الخشبيات وأيضا لمطابخكم. حلوة التحفة المعدنية هذه جدا للمكاتب، تحطوا فيها الأقلام مرة حلوة. عندنا أيضا هذه النوعية من الأرفف، تجيكم بالشكل هذا، حتاخذوا القطعة بخمسة ريال وخمسة وسبعين هللة. طبعا هذه حتتعلق في الجدار. عندنا أيضا هذه لحفظ الشاي أو القهوة، طبعا حتجيكم خشبية والقطعة حتكون بنفس السعر. ومنسينا أيضا وفرنا لكم الحصى الملون أو الحصى الصناعي والرمل الملون، والعبوة حتكون بنفس السعر. أكيد بتزورونا اليوم في شركة مجمع الشامل. يلا خلونا نشوفكم وبإذن الله بتنورونا. بس حابة أذكركم بفروعنا رياض مخرج 29 شارع بلال برباح، وفرعين 5 نشاط حي الخالدية والضيافة، ننتظركم دائما أبدا بكل حب. ونهاركم سعيد ونشوفكم على خير.